مزيد ينضم إلينا دكتور باسل عادل مؤسس كتلة الحوار. برحب بحضرتك دكتور باسل. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا أستاذ المشاهدين. أهلا بحضرتك دكتور. بداية برأيك أهم دلالة لإنتهاء الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته ورفع التوصيات لرئيس الجمهورية؟ يعني طبعا إحنا في امتداد لأحداث مهمة والاهتمام الدولة بالكامل بالحوار الوطني وبالنقاشات والمخرجات والتوصيات، يعني في إشارة مهمة جدا إلى أن الحوار جاد وأن مخرجاته يعني تحوز أعلى درجات الاهتمام. النهاردة التوصيات بتتقدم للسيد رئيس الجمهورية، توصيات الحقيقة خرجت عن جلسة مهمة جدا، إحنا تعدينا الـ 12 ساعة في هذه الجلسة. حضر عندنا من كتلة الحوار 8 أعضاء من مجلس الأمناء ومن كل التيارات السياسية، كانت المساحات فعلا مفتوحة للجميع. عايز أقول لحضرتك كمان كان من المهم أن حضر الجلسة دي ناس ناشطين سياسيين ممن تضرروا بالحبس الاحتياطي، وده كمان بيفكرنا بأول جلسة من جلسات الحوار الوطني في الافتتاح، برضو الحقيقة يعني حضر ناس من المتضررين من مسائل الحبس الاحتياطي وقضايا الرأي، في دلالة مهمة جدا أن هذا الحوار جاد وحقيقي وأنه بيستوعب كل الأطراف، وحتى المتضررين من القضايا بيتم استضافتهم في الحوار عشان يعبروا عن رأيهم. هم يعني الحقيقة هم اللي زي ما بنقول هم اللي شافوا الأحداث بعينهم وعانوا منها، يعني فكان رأيهم مهم جدا. زي ما حضرتك أشرت، الحديث تناول أو الحوار الوطني والنقاش تناول المدد والتعويض والتدابير، والحقيقة كان في اقتراحات كبيرة كلها اتفقت على تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتبينت المدد من 4 إلى 6 شهور إلى سنة حسب نوع القضية، إن كانت جنائية أو جنحة وهكذا. الكل اتفق على مسألة التعويض لأنه مهم جدا، لأن ناس حتى بتتضرر سمعتها أحيانا من الحبس الاحتياطي، وبعضهم بيطلعوا مثلا براءة أو تحفظ القضية، فدي مسألة يعني كان عليها إجماع. ومسألة التدابير بديلا عن الحبس الاحتياطي برضو حازت قبول الجميع. الشاهد يا أستاذ محمد والمهم أن كان النقاش حر جدا جدا، والدولة في ممثليها اللي هم مجلس الأمناء اللي بيديروا الحوار الوطني، وكان عندنا وزير موجود في إدارة الحوار الوطني المستشار محمود فوزي وزير الاتصال السياسي والشؤون النيابية. الحقيقة كان في استيعاب كامل واحتواء لكل الآراء وتفاهم شديد، وده اللي كان مهم جدا، نطمن كل الناس أن هتطلع توصيات عادلة وبتنحاز لرأي القوى السياسية والناشطين في مجال حقوق الإنسان وكل الناشطين في البلد. يعني هي نقطة مهمة دكتور باسل، قضية الحبس الاحتياطي بالتحديد والعدالة الجنائية، حضرتك عارف أنها من أول أو أولى القضايا اللي تبناها الحوار خلال الجلسات التحضيرية في البدايات مع القوى السياسية مختلفة، وكمان في جلساته العامة. برأي حضرتك أهمية ذلك وتأثيره على الحوار الوطني لما نبدأ بقضية مهمة زي دي وبالصورة اللي حضرتك شرحتها النهاردة؟ شوف حضرتك، قضية الحبس الاحتياطي في تماس شديد مع الحالة السياسية المصرية، ومع تماس وفي تماس كبير مع السياسيين المصريين في الفترة اللي فاتت، وكان في مجموعة من الحزبيين والمؤسسين السياسيين تضرروا من هذه المسألة. فالحقيقة هي في بؤرة اهتمام أساسا في مصر والأحزاب السياسية وبالتحديد الأحزاب المعارضة، يعني فكون ان يبقى فيه اهتمام بقضية حساسة وبالمكاشفة والوضوح اللي احنا شفناه، الحقيقة ده يحسب للدولة ويمتد الخط على مساره، زي ما بنقول انه الحوار جاد وبيتعامل مع قضايا حساسة وشائكة جدا بمنتهى الأريحية. والشاهد ايضا انه خروج دفعات متوالية من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي وما شابه، فده برضو كان الحقيقة يعني نذير خير. كمان حضرتك الاهتمام بأن التوصيات ترفع لرئيس الجمهورية بشخصه، وعندنا اهتمام أنه هذه التوصيات أو عندنا أمل ورجاء أن هذه التوصيات تحول من السيد رئيس الجمهورية بنفسه إلى مجلس النواب اللي هو الوقت الحقيقة بيناقش في جلسات استثنائية، ورغم أجازته قانون الإجراءات الجنائية اللي هو جزء منه تعديلات قوانين الحبس الاحتياطي. المسار كله الحقيقة مسار مليان أمل ومليان جدية، والحقيقة بيرد كمان على المشككين في الحوار الوطني وجدية الحوار، وإنه بيتناول قضايا هامشية، دي قضية في القلب، قضية الحبس الاحتياطي ومحل اهتمام الجميع، فهي ليست قضية هامشية، والدولة بتثبت كل يوم
احتوائها لوجهات نظر الساسة والأحزاب السياسية. وأنا بتصور أنه فعلا الحوار الوطني هو بداية لمرحلة سياسية جديدة مطعمة بالأمل إن شاء الله وببداية أخرى لكل الساسة في مصر وللدولة. يعني دكتور باسل حضرتك أخذتنا لسؤال آخر وبرضو بالبداية اللي بتتكلم عنها، كيف ترى أهمية ما ينتج من توصيات عن الحوار الوطني في حالة الحراك المجتمعي وخلق مساحات مشتركة في إطار وطن يتسع للجميع؟ وأعتقد مساحات مشتركة هو العنوان الرئيسي في الحوار. بص يا أستاذ محمد، الملاحظة الأساسية اللي أحب أنقلها للناس عن طريق برنامجك وشاشتك إن كل اللي قلناه اتحط في التوصيات. إحنا ناس طبيعيين ساسة بقالنا 20 سنة وأكتر، ومعنا أساتذتنا كانوا موجودين في الجلسات بيتابعوا، فالشيء المطمئن إن كل ما قيل من كل القوى السياسية تم وضعه في مصفوفة التوصيات اللي ذهبت للسيد رئيس الجمهورية. فدي في حد ذاتها مسألة مهمة الرأي العام يعرفها، إنه المسألة مش معلبة ولا صناعية، هي مسألة حقيقية. المساحات المشتركة واضحة، إحنا طيارات مختلفة ما بين طيارات الليبرالية واليسارية والقومية والمصرية والطيارات اللي هي الطيارات الموالاة وأحزاب الموالاة، يعني كل ألوان الطيف السياسي المصري كانت موجودة. وحتى الناشطين السياسيين زي ما بقول لحضرتك اللي تضرروا من مدة الحبس الاحتياطي الطويلة كانوا موجودين وشرحوا وجهة نظرهم، والحقيقة خدوا وقت أطول من كل الناس، يعني كان في سعة صدر كبيرة إنهم يشرحوا تجربتهم ومشاكلها ويعرضوها على الحوار الوطني. أنا بقول لحضرتك إحنا أمام تجربة حية وناضجة جدا وبتؤشر لمرحلة جديدة من الاستيعاب وفتح مساحات للجميع انه يبقى موجود ويعبر عن رأيه ويشعر انه بلده وانه مشارك كمان في صنع القرار. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور باسل عادل مؤسس كتلة الحوار، كنت معي هاتفيا من القاهرة.